كويس ان انتوا جيتوا يا اولادي، كنت عايز اشوفكم. ابو طارق. ايوه يا حاج. ازاي طارق، اعمل ايه؟ يبوس ايدك يا حاج. وانت يا ابو رامي. ايوه يا حاج. اخبار رامي ايه؟ انا رامي يا حاج. مش فارقه. وانت يا ابو مازن، رشا اخبارها ايه؟ اسمها مازن حجي. انا كنت عايز اشوفكم يا اولاد قبل ما اموت. لا، البرنس هيفضل تمام. وبعدين يا حاج، انت لسه شباب ولسه في العمر كماله. ده انا اول ما عرفت ان انت تعبان جبت ورد، ورد زياده وحمص بره على فكره. كل يومين او لونه بينفخ، في غازات يومين وبتروح لحالها. مين ده يا حاج؟ لا، ده اخوك عنده الريسيفر فيه مشاكل. بس لا يا حاج، انت الحرش. الحرش ده عمره ما يتعب. هو هتلاقي بس شويه شويه دهون على الكبد، تعرف، فصين توم، نص ليمونه، شمموا النار ولا بلاش، خليه ني في ني كده، في الاخر تروح لافف صدرك كده فويل عشان تعرق وتقوم الصبح فايق كده وترجع البرنس بتاع زمان. لا خلاص، البرنس خلاص، انا حاسس ان ده لاست اوردر. لا لا بابا، لا بابا ما تقولش كده. لا بابا، عشان كده جمعتكم النهارده عشان اقول لكم السر اللي انا حشيه في قلبي بقالي 20 سنه، من ساعه ما عملت العربيه لغايه ما بقيت البرنس ملك الكبده. ايه ده؟ المصريين يا اولاد اصعب ناس ترضي مزاجهم في الاكل، وانا لازم اطمن على مصر قبل ما اموت. لا 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 يا حاج، عشان كده هقول لكم على سر الخلطه. كرمال الله شباب، حدا فيكم يفهمني شو معنى كلمة خلطة بالأساس؟ يا ابني بس بقى اللي انت بتقوله ده بقى، انت خلاص بتشتغلنا، انت فاكر نفسك سوري بصحيح ولا ايه؟ ما تتكلم عادي. يابا في يابا، ما انت اللي قايل لي يابا اعمل سوري يابا وان السوري واكل. الله، السر يا ولاد، السر هيقول اهو. قول بقى السر بقى. قول يا زلمة. السر انه ايوه انه مفيش سر. قال ان هو ايه ده؟ يعني مش هتدينا اي نصايح يابا تسلقنا؟ مفيش زود شطة، قلل توم، اعمل اي حاجة؟ طبعا في سر. بس السر مش في الخلطة، السر هنا. هنا فين ده؟ هنا، ما انا كنت هقول رايح اهو. أيوة. هنا. في المخ مش في الكبدة. ما انا ماليش في المخ يا حاج. اول نصيحة، زبونك لازم يتعب عشان يجيلك. الزباين تحب السسبنس، تحب الدراما، شوارع ضيقة، حواري مكسرة عشان لما يوصلك يحس بانتصار. السجق يحب السائع، الكبدة البعيد سرها باتع. كيف؟ تاني نصيحة، خلي الحاج قول. المنيو بتاعك لازم يبقى فيه حاجات مش مفهومة، الغاز، لازم تحط حاجات كده مش باين هي جاية منين. يعني ورقة لحمة. ليه ورقة؟ محدش فاهم، لكن هي اسمها كده عندنا. ملوخية اسكندراني، ملوخية عادية زي بتاعة أي بيت، بس جنبها علبة توابل مخرمة. النصيحة التالتة، زبونكم يا أولاد لازم يستنى، يعني يطلب الأوردر. بالك تنزل عينك عليه. خلاص، أول ما قاعد بقى بيفرفر وتعبان تقوم نزله طبق طحينة صغير كده، فبقى ياكل تفتح نفسه ويسكت شوية، وتقعد بقى كل ما يتنرفز يسألك تفسحه، تقول له اللحمة بتتسلق، اللحمة بتتشوي، اللحمة بتتكوي. خلاص، حلو كده؟ حلو ده. لما يتعب منك خالص خالص تقوم نازل بقى بالحاجات، تمام كده؟ هياكل أي كلام وهيقول عليك برنس. إيه المخ ده؟ بنيه؟ قول يا حاج، قول يا كبير. أنا دلوقتي هقول لكل واحد فيكم يعمل إيه في المحل بتاعه علشان حاله يمشي. امسك نفسك يا حاج. إيه ده؟ علشان حاله يمشي. أنت يا أبو طارق. أمرني يا حاج. يا ابني أنت حالك في النازل، اعمل أي حاجة جديدة، افتح في مصر الجديدة. صح، محتاجينك هناك. وأنت يا أبو مازن، أمرك بيه، فيك حاكيني عن لا، مبدئيا بطل الهبل اللي أنت بتعمله ده واتكلم عادي. وانت تبقى عكس ابو طارق خالص، لم فروعك، ما تعملش اللي انت عامله ده، تفتح 19 فرع في تريوم في مصر، حد يعمل شنبه بالمنظر ده؟ وبتحط جبنه ومايونيز على الشاورما؟ يا ابن الشاورما ليها اصول، اللحمه طحينه، الله عليك، والفراخ توميه. ما بحبهاش يا حاج. اتعلموها بقى. وانت يا ابو رامي، قول يا حاج، كمل يا ابني في السجق والاسكندراني، هتغير اسمائهم. هتكتب مثلا جنبهم ايه؟ بكتيريا، فطريات، نتانة، الحاجات دي بتاكل قوي مع ولاد الناس. واهتم بالشطة يا ابو رامي. الشطة يا ابو رامي ليها فايدتين. اولا بتداري على الاكل لو بايظ، وثانيا بتشغل تلاجة الحاجة الساقعة. وكده يا ولاد يبقى الحساب 312 جنيه ايه ده؟ و2 جنيه توصيل. ايه ده؟ ايه ده يا حاج؟ ايه ده؟
بابا راح يحاسب. ايه؟ قصدي راح يتحاسب. احنا نلم الكراسي ونقفل ونمشي ولا ايه؟ لا لك شو كتير 312 يا اخي اظبط بقى. طب وبعدين هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه يالا؟ هنورث يالا. هنورث يالا. هنورث يالا. هو شباب هنورث؟ هنورث. هنورث يالا. هنورث. ايه ده تصدق كانت غازات؟ ده كان يا نهار ابيض ده كان انتفاخ. يا ده انا كنت حاسس اني هموت. معلش يا سلام ده اهو رجع الاوردر. ده الحمد لله خالص كده. ولا انت بتعمل انت وهو يا ده؟ قاعدين جنبك يا بابا عادي. ولد ايه؟ انتوا جايين انتوا فاكرين ايه ده؟ انتوا فاكرين اني هموت وهتورثوني؟ انا اللي عملتكم واقدر اعمل غيركم. انا اللي دخلت ورقه اللحم مصر وانا اللي اقدر اطلعها. انا البرنس. انا البرنس. احنا في عندنا دليفري بان. احنا نسلم طلبياتنا ونيجي بقى. بره ماشي. فينا نقوم شباب؟ بره. سلامتك يا بابا. سلامتك يا بابا. الحمد لله على السلامه يا حاج. يلا يا عم. الو مساء الخير. من فضلك يا فندم ممكن اعمل اوردر؟ لو سمحت عاوز واحد دينر بوكس وبطاطس زياده. كومبو اوكي مفيش مشاكل. لا على نفس الرقم طبعا. ميرسي قوي. في انتظارك. نفسي اعرف الراجل ده بيحط ايه على الفراخ بتاعته. سر الخلطه بتاعه عجيب قوي.